بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة تانية طب، معاكم أنا الدكتور ممدوح محمد عصمت، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة في كلية الطب. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الانترا أبدومينال انفكشنز، وهنتكلم باختصار عن البيريتونيتس، وباستفاضة شوية عن التيفويد فيفر أو انتريك فيفر. انتريك فيفر احيانا بنسميها تيفويد فيفر او بارا تيفويد فيفر. الانتريك فيفر انديميك ان ايجيبت، يعني من الامراض المستوطنه الموجوده في مصر اللي احنا نشوفها على مدار العام في اي وقت. سببها ميكروب من عائله او مجموعه السالمونيلا، اما السالمونيلا تايفي او احيانا السالمونيلا بارا تايفي. السالمونيلا تايفي في منها ميني سيروتايبس تصيب الانسان بالتيفويد فيفر. السالمونيلا بارا تايفي اشهر الانواع اللي بتصيب الانسان بالبارا تايفويد فيفر، السالمونيلا بارا تايفي A والبارا تايفي B واحيانا بارا تايفي C. السورس اوف انفكشن از ستول اور يورين اوف كيسز اور كاريرز. Man is the only reservoir for Salmonella typhi. يعني السالمونيلا تايفي المسببة للتيفويد فيفر، لما بنلاقي شخص مصاب بيها ونعزل السالمونيلا تايفي من جسمه من عينات البراز أو البول، الشخص ده اتعادى من إنسان مصاب أو حامل لميكروب السالمونيلا بالفيكو أورال رود، بأنه تناول أكل أو شرب ملوث ببراز أدمي. لكن السالمونيلا بارا تايفي ممكن الانسان ياخدها مع الاكل مباشره، الطعام الملوث بالسالمونيلا بارا تايفي اللي موجود في الـ يعني المنتجات الالبان وفي الدواجن وفي الطيور والبيض والحاجات اللي زي كده، لان هي فيها ميكروب السالمونيلا بارا تايفي. لكن السالمونيلا تايفي بتبقى موجوده في الانسان وهو اللي بينشرها او بيعدي الاخرين. Route of transmission، طريقه العدوى. The organism enters by the oral route in contaminated food or drinks، زي الخضروات الطازجه او الفواكه او اللحوم، منتجات الالبان والطيور. ودي عادة بتبقى لو كانت ميكروب السالمونيلا تايفي بتنتقل، خاصة السالمونيلا تايفي بالبراز الأدمي. المصدر للعدوى بالسالمونيلا تايفي المسببة للتيفويد فيفر هو هيومن، خاصة الهيومن كارير، الشخص المصاب او الحامل لميكروب السالمونيلا تايفي في الجهاز الهضمي في الامعاء، وبيكون الميكروب في الحاله دي موجود في الجول بلادر او اليورينري بلادر. ولو هذا الشخص كان بيشتغل كفود هاندلر في مطعم او بيعد الطعام ولوث الطعام من ايده الملوثه بالبول او البراز، بيعدي الآخرين بالسالمونيلا تايفي، وبالتالي بتبقى العدوى اسمها تايفويد فيفر. لكن ممكن الأكل يكون مصاب من اللحوم أو الطيور من الحيوانات الأخرى بالسالمونيلا بارا تايفي، وفي الحالة دي بتكون العدوى بالبارا تايفويد فيفر. يبقى السالمونيلا تايفي السورس بتاعها is only human، ما ننساش المعلومة دي. السالمونيلا تايفي السورس بتاعها هو الانسان. الباثوجينيسيس، ايه اللي بيحصل، ازاي الانسان بتظهر عليه الاعراض وايه المشاكل الصحيه اللي بتحصل له. زي ما قلنا العدوى بتيجي عن طريق الطعام والشراب الملوث بميكروب السالمونيلا تايفي او السالمونيلا بارا تايفي. الميكروب عادة بيبقى acid sensitive. يعني ايه acid sensitive؟
يعني معظم البكتيريا اللي بيتناولها الشخص مع الطعام الملوث من ساتر ربنا سبحانه وتعالى بتموت في المعدة بمفعول حمض ال HCL. ولكن لو كانت الميكروبيال دوز او الميكروبيال لود في الوجبة اللي اكلها كتيرة وجزء منها ما ماتش بال HCL ووصل للانتستين، بيتكاثر الميكروب ومن السمول انتستين بيصل عن طريق الليمفاتكس للبلد، وهنا في وجود البكتيريا في الدم بنسميها بكتيريميا. وبتقعد البكتيريا فترة في الدم بتستمر في التكاثر، ومنها بتنتقل للانترنال اورجانز زي الليفر والسبلين والكيدني والبون مارو والجول بلادر واحيانا اليورينال بلادر. ومن الاورجانز ديت بترجع للبلد مرة تانية، ودي بنسميها سكندري بكتيريميا، بتكون اسوشيتد ويز فيفر. والاعراض اللي هنشرحها بعد كده اللي بيعاني منها المريض المصاب بحمى التيفود. ومن بعد السكندري بكتيريميا من الدم ممكن الميكروب يستقر لو الشخص ما اتعالجش كويس، ما حصلوش فول ريكفري، الميكروب يستقر بعد كده في الجول بلادر او اليورينري بلادر، ويتحول المصاب الى حامل للميكروب بنسميه كرونيك كارير، والشخص ده بيكون مصدر للعدوى بعد كده. وبيكون الميكروب موجود في زي ما قلنا في الجول بلادر بنسميه في الحاله دي ستول كارير، او في اليورينري بلادر وبنسميه يورينري كارير زي ما هنعرف بعد كده. الانكيوبيشن بيريود فترة الحضانة، الفترة او الزمن او الفترة اللي بتمر ما بين دخول الميكروب الى جسم الشخص جسم العائل، او الفترة من حدوث العدوى الى ظهور الاعراض. الفترة من بداية من حدوث العدوى الى بداية ظهور الاعراض بنسميها انكيوبيشن بيريود او فترة الحضانة، بتبقى حوالي اسبوعين في حالة الانتريك فيفر. بعدها بتبدأ تظهر الاعراض، واشهرها الارتفاع في درجه حراره او الفيفر، ومن هنا يمكن هي مرتبطه التسميه بالحمى المعويه، معاها طبعا تعب في الجسم وهمدان وصداع، وممكن يكون في سي ان اس مانفستيشنز، الم في البطن، امساك، احيانا اسهال، تضخم في الكبد وتضخم في الطحال، وبتظهر بقع حمراء او بقع روز سبوتس على الترانك على منطقه الابدومن خاصه. وممكن الشخص يخف منها تماما، وممكن لا قدر الله بدون علاج يحصل قرح في الامعاء ونزيف و بيرفوريشن في الامعاء، ويترتب عليها بيرتونايتس ومشاكل كبيره. الحاجات دي ما بنشوفهاش دلوقتي نظرا لوجود الانتيبيوتكس والسرعه في استخدام الانتيبيوتكس مع التيفويد فيفر. الكاريرز او الشخص الحامل لميكروب السالمونيلا، زي ما احنا قلنا بيبقى الميكروب مستخبي موجود في الجول بلادر، ومع انقباضات الجول بلادر بينزل على الانتستين وينزل الميكروب مع الستول، وبنسميه ستول كارير. وممكن مع يكون الميكروب في اليورينري بلادر وينزل مع اليورين وبنسميه يورينري كارير. وكانت زمان اليورينري كارير دي منتشرة علشان كتير من المصريين كانوا مصابين بالبلهارسيا المجاري البولية. وزي ما أكدنا إن الشخص الكارير ما يعملش أي عمل ليه علاقة بالأكل أو بإعداد الطعام أو الأكل عشان ما يبقاش مصدر للعدوى. ميكروب السلمونيلا زي ما قلنا التقسيمة الحديثة ليه على حسب الاختلاف ما بينهم في الـ DNA بتتقسم إلى 7 جروبس، اشهرهم جروب 1 اللي فيها ميكروب السالمونيلا تايفي والبارا تايفي. الاذر سالمونيلا دول السالمونيلا تايفي والبارا تايفي بيعملوا زي ما شرحنا الانتريك فيفر في صوره التيفويد فيفر والبارا تيفويد فيفر. في السالمونيلا تايفي موريام والسالمونيلا انتيريتيدس
ودول من الحاجات اللي منتشرة بيعملوا أعراض شبيهة بالتسمم الغذائي والنزلة المعوية. المورفولوجي السالمونيلا جرام نيجاتيف موتايل نان كابسوليتد باسيلاي، وزي ما اخدنا الجرام نيجاتيف انتريك بكتيريا اشهر كلاسيفيكيشن ليها هو على حسب الكولوني مورفولوجي، شكل النمو على الماكونكي ميديا، دي ديفرنشيال ميديا بتحتوي على سكر اللاكتوز. في جزء من الانتريك جرام نيجاتيف بكتيريا او بعضهم بيعمل فيرمنتيشن لسكر اللاكتوز، وبتظهر الكولوني لونها بينك زي ما هتاخده في العملي. في اذر جرام نيجاتيف باسيلاي او بكتيريا، اذر جرام نيجاتيف انتريك بكتيريا المجموعه الاخرى بتنمو على الماكونكي وبتديني بيل كولوني لانها نون لاكتوز فيرمنترز. السالمونيلا بتدي بيل كولوني على الماكونكي لانها نون لاكتوز فيرمنتر، وبنتعرف عليها بعد كده ببعض البيوكيميكال رياكشنز اللي هتاخدوها في العملي. ميكروب السالمونيلا زي باقي الجرام نيجاتيف بكتيريا فيها السيل وول انتيجين اللي هو بنسميه او انتيجين، وفيها الفلاجيلا لان زي ما قلنا انها موتايل وبالتالي فيها الاتش انتيجين. نركز في الجزء المهم اللي هنقوله ده، الاو انتيجين از جروب سبيسيفيك نوت سيرو تايب سبيسيفيك، يعني الجروب الاو انتيجين اللي موجود في السالمونيلا متشابه في كل انواع السالمونيلا متشابه، لكنها بتختلف عن بعض وتقسم الى سيرو تايبس اعتمادا على الاختلاف الانتيجينيسيتي اوف اتش انتيجين. يبقى الاو انتيجين ثابت في كل السالمونيلا، ولكن السالمونيلا سيرو تايبس او سيرو جروبس بتقسم سيرو تايبس بتقسم على حسب الاتش انتيجين. الامراض اللي بتعملها السالمونيلا زي ما قلنا الانتريك فيفر، انتيروكولايتس، جاسترو انترايتس او الفود بويزنينج، في بعض انواع منها بتصل للدم وتعمل سيبتسيميا وبتعمل ابسس لما بتوصل للانترنال اورجانز. ازاي نشخص الانتريك فيفر؟ طبعا التشخيص المبدئي الاكلينيكي بالاعراض اللي شرحناها قبل كده، الفيفر والابدومينال بين والكونستيبيشن والسبلينوميجالي، الحاجات اللي قلناها مع الاعراض. التشخيص المعملي بيختلف على حسب التوقيت اللي جاي فيه المريض. لو المريض جه مبكرا او زي ما كنا بنقول زمان في الاسبوع الاول، جه في بداية ظهور الأعراض وفي فترة ارتفاع درجة الحرارة في البداية أو في الأسبوع الأول، بيبقى الميكروب موجود في الدم وبيكون في بكتيريميا هي اللي عاملاه لي الجنرال سيمتومز والحرارة والتعب والهمدان اللي في الجسم. علشان كده التشخيص معتمد على الايزوليشن اوف ذا اورجانيزم فروم بلاد بالبلاد كالتشر. لو العيان جه في الاسبوع الثاني او بعد كده، بعد فترة بعد الاسبوع الاول، بعد عدة ايام من ارتفاع درجة الحرارة، الميكروب بيبقى وصل للجول بلادر زي ما شرحنا في الباثوجينيسيس، ومنها بينزل مع الاستول او وصل لليورينر بلادر ومنها بينزل مع اليورين. عشان اعزل الميكروب يستحسن اخد عينات متكررة من البراز ومن البول، عينات يورين واستول، ويستحسن تكون repeated samples لان الاكسكريشن اوف ذا اورجانيزم بيكون intermittent. يعني ممكن اخد عينه ستول واعمل ستول كالشر وتطلع نيجاتيف، ده ما ينفيش انه ممكن يكون مصاب بالتيفويد فيفر، لازم اخد عده عينات
وازرعها علشان اعزل ميكروب السالمونيلا من الاستول او اليورين. من بعد الاسبوع الثاني الجهاز المناعي بيكون تعرف على الميكروب وبدأ يكون اجسام مضادة، ولذلك ممكن نشخص التيفويد فيفر عن طريق الديتكشن اوف انتيبوديز اجينست سالمونيلا انتيجين. وهذا النوع من السيرو دايجنوزيس الانتيجين انتيبادي رياكشن، هذا الاختبار بنسميه فيدال تيست، فيدال على اسم الراجل اللي عمله. بناخد عينة الدم ونفصل منها السيرم عشان نبحث عن الانتيبوديز في السيرم، بنعمل تخفيفات سيريال ديليوشنز من السيرم في انابيب اختبار وبنحط عليها السالمونيلا انتيجين. طب احنا قلنا في اكتر من انتيجين، واشهر الانتيجين للسالمونيلا السيل وول انتيجين او الاو انتيجين، وده جروب سبيسيفيك، وعندي الاتش انتيجينز ودي سيرو تايب سبيسيفيك. احنا بنستخدم الاثنين، بحط الاو انتيجين بتاع السالمونيلا على السيرم بتاع المريض، لو اداني رياكشن يبقى هذا الشخص مصاب بالسالمونيلا، مصاب بالسالمونيلا لانه عنده الانتي بادز للاو انتيجين. الاو انتيجين ده بولي ساكرايد انتيجين، والانتي بادز بتاعته بتتكون ايرلي في الانفكشن وتختفي بعد وقت قصير، ولذلك لو لقيت الاو انتي بادي معناها ان المريض جاي لي في بدايه المرض، او معناها ان دي ريسنت انفكشن، ريسنت انفكشن. وبرضو على السيرم المخفف بحط الاتش انتيجين، ولو حصل تفاعل يبقى هو مصاب بالاتش انتيجين اللي انا حطيته، لو الاتش بتاع الطيفي او الاتش بتاع البارا طيفي اي او البارا طيفي بي او البارا طيفي سي اند سو اون. ازاي اقرا الفيدال تيست واستفيد من المعمل في تشخيص التيفويد او الانتريك فيفر؟ زي اي انتيجين انتي بادي رياكشن احنا قلنا ان التيفويد فيفر دي او الانتريك فيفر انديميك ان ايجيبت، فمعظمنا او معظم الناس اصيب في وقت ما بالتيفويد فيفر، وان شاء الله يكون خف منها، ولكن عنده نسبة من الانتيبادز موجودة في جسمه من الانفكشنز السابقة، ولذلك ممكن الاقي تتر او الاقي نسبة معينة من الانتيبادي. مش اي وجود للانتيبادي في جسم الشخص اللي بيعاني من فيفر، مش اي وجود للسالمونيلا انتيبادي يعني انه مصاب، ولذلك انا عندي حاجه اسمها سيجنيفيكانت تيتر. ايه هو التيتر اللي انا اعتبره مشخص للاصابه بالانتريك فيفر، وايه التيتر اللي اتجاهله؟ نظرا لان مصر من الدول الانديميك، فبنقول لو الشخص عنده هاي تيتر، عنده نسبه عاليه من الانتي بادز اجينست الاو انتيجين او الاتش انتيجين، نسبة عالية 1/160 او اكتر، ده هعتبر ان هو عنده تيفويد فيفر. او ان انا اكون خدت عينتين، عينة شفت فيها التتر، وبعد اسبوع او بعد 10 ايام او اسبوعين خدت عينة اخرى، ويكون المريض ما بياخدش علاج، وقست الانتي بادي تتر ولقيته بيتضاعف او بيزيد، يبقى هو مصاب بالسالمونيلا وعنده اكتيف انفكشن لان الانتي بادي تتر بيزيد. اما لو لقيت الانتي بادي تتر قليل، اقل من 80، اقل من تخفيف يعني 1/80، بعتبره insignificant تتر، insignificant تتر. وزي ما قلنا لو لقينا الانتي بادز اجينست الاو انتيجين بوزيتيف وتتر عالي يبقى ده عنده ريسنت انفكشن. طب ريسنت انفكشن بمين؟
بالسالمونيلا تايفي ولا البارا تايفي ايه ولا بي ولا سي، هنا بقى على حسب الاتش. لو كان الاو انتيجين بوزيتيف، الاو انتي بادي بوزيتيف، الاو انتي باديز او الانتي بادي اجينست الاو انتيجين بوزيتيف بتتر عالي، ومعاها الانتي بادز اجينست الاتش انتيجين بتاع السالمونيلا تايفي هي اللي عاليه، يبقى هذا الشخص المريض مصاب بسالمونيلا تايفي. طب لو كان الاو انتي بادز هي اللي عاليه ومعاها الاتش انتي بادز بتاعه البارا تايفي بي مثلا، يبقى هو مصاب ببارا تايفويد بي، وهكذا. ممكن اشخص الانتي بادز اقيسها بطريقه تانية غير التيوب او جلوتينيشن تيست اللي شرحناها في الفيدال. ممكن نقيس الانتي بادي بالاليزا او الاميونو بلوت تيست، ودي الطرق دي حديثه ومور سبيسيفيك ذان تيوب او جلوتينيشن تيست او الفيدال تيست اللي شرحناها من شويه. الشخص الكارير علشان نشخصه، لان ممكن الشخص يبقى كرونيك كارير مش ظاهره عليه الاعراض ولكن حامل لميكروب السالمونيلا في اليورين او الاستول، ده عن طريق الريبيتد كالشر لعينات اليورين او عينات الاستول، ولازم اعمل ريبيتد اكزامينيشن علشان اشخص الكارير زي ما قلنا. البريفنشن او ازاي نحمي نفسنا من الاصابه بالانتريك فيفر، احنا قلنا هو بينتقل عن طريق الطعام والشراب والملوث والفود هاندلرز اللي مصابين ومش بيغسلوا ايديهم اثناء اعداد الاكل. يبقى اهم حاجه البيرسونال هيجين، النظافه والسانيتيشن، سانيتري ميجرز، نظافه الاكل والطعام والشراب. الكاريرز يتعالجوا ما يشتغلوش في مهنه اعداد الطعام نهائي. وفي فاكسينز طبعا ممكن نديها، كان في زمان التاب فاكسين، ده كيلد فاكسين بيحتوي بيتاخد بالانجكشن بالحقن، والكفاءة بتاعته ما كانتش عالية قوي، لأن احنا بندي كيلد بكتيريا من السالمونيلا تايفي والبارا تايفي، وكانت بتدي يعني المناعة بتاعتها مش قوي. في الأنواع الحديثة في الأورال اتينيويتد تايفويد فاكسين، وده بيحتوي على افيريولنت سترينز من السالمونيلا بيتاخد أورالي، والمناعة بتاعته بتكون أفضل من النوع اللي بيتاخد بالإنجكشن. علاج التيفويد فيفر طبعا العلاج الأساسي معتمد على الأنتيبيوتكس زي ما انت هتقرأ في المحاضرة، ولكن لازم نلفت النظر لحاجات مهمة جدا. العيان بيكون عنده فيفر لازم ندي انتي بايريتيك، لازم نعمل كمادات خاصة لو الحرارة اعلى من 38.5. الانتي بايريتيك مش هيجيب نتيجة لو العيان حرارته 39 او 40 او اكتر من 40، لازم الكمادات الباردة مع الانتي بايريتيك، ولازم الانتي بايوتكس، ويستحسن مع المزرعة نعمل حساسية سنسيتيفيتي عشان ندي الانتي بايوتيك المناسب. العيان ياخد فلويدز ويتعزل في البيت او في المستشفى، والمتعاملين مع مريض التيفويد يلتزموا بقواعد مكافحة العدوى وقواعد الكونتاكت ايزوليشن. اللي يتعامل معاه يلبس جوانتي ويغسل ايده باستمرار، الاكل ياكل في اواني تتغسل لوحدها او اواني من الفويلز او الاطباق الفوم اللي ممكن نتخلص منها بعد الاكل والشرب. نهتم قوي باكل المريض، وان العيان يبقى ويل هيدريتد، يتعوض السوائل اللي بيفقدها باستمرار مع الانتيبيوتكس. زي ما قلنا مش هتشغلنا قوي الانتيبيوتكس من الحاجات المشهوره، الفلوروكينولون زي السيبروفلوكساسين او الليفوفلوكساسين، ممكن الكيفالوسبورون زي السيفتراكسون، سيفتراكسون او الثيرد او الفورس جينريشن كيفالوسبورونز، دي ادويه بتتاخد بالانجكشن. سالمونيلا انتيروكولايتس او الفود بويزنينج،
عن طريق الاكل والشرب الملوث بالسالمونيلا تايفيموريا او السالمونيلا انتيريتيدس، ودي بتبقى less virulent than سالمونيلا تايفي. العيان بيجي باعراض جهاز هضمي، اعراض تسمم غذائي نتيجه لتناول اكل مش مستوي كويس من البيض والجبن والطيور والحاجات اللي زي كده. وهنا الميكروب بيخترق جدار الامعاء الغليظه وبيعمل قرح وبيعمل صعوبه في الامتصاص، والسوائل بتفقد وبيكون في دايريه وفي ابدومينال بين، ومن ستر ربنا ان معظمها سيلف ليميتد وبتخف بسرعه يعني. ولكن طبعا ما نهملش المريض لو محتاج سوائل، وعشان ما يدخلش في دي هيدريشن مع الاسهال ومع الفلويدز اللي بيفقدها. الفود بويزنينج بتاع السالمونيلا سببها البكتيريا نفسها، والانفيجن للابيثيليوم او الاندوثيليوم بتاع الانتستين، عشان كده الانكيوبيشن بيريد بتاعتها بتبقى طويله شويه، الاعراض بتظهر بعد يوم او يومين، وده علشان نفرقها عن الانواع الاخرى من التسمم الغذائي زي اللي بتسببها الاستاف اوريوس مثلا. اعراض التسمم بالاستاف بتظهر بعد عده ساعات، وده موضوع مهم هتسمعوه ان شاء الله باستفاضه في محاضره الفود بويزنينج. بعض الانواع الاخرى من السالمونيلا بتصل للبلاد ستريم وبتعمل سيبتيسيميا، خاصة في الناس اللي مناعتهم ضعيفة أو الأطفال اللي عندهم سيكل سيل أنيميا، أنيميا الخلايا المنجلية، أو حد عنده كانسر أو عنده إيدز لا قدر الله، لو أصيب بهذه الأنواع من السالمونيلا اللي زي السالمونيلا كوليري سيز. والكوليري سيوز ديت بتعمل ميتاستاتيك أبسس في الانترنال أورجانز، في الليفر، بتوصل للبون مارو، بتعمل في الشيست، بتعمل نمونيا، بتعمل مننجايتس، والعيان بيبقى معاه سيبتيسيميا، ولذلك بتتشخص برضو بالبلاد كالشر. بيروتونايتس انفلاميشن اوف ذا بيروتونيوم اللي هو الغشاء المبطن للابدومينال وول من الداخل وبيغطي الاعضاء الداخليه في الجسم. ومن اشهر انواع البيروتونايتس سبونتينيوس بكتيريا البيروتونايتس، وهو حدوث البكتيريا الانفكشن في البيروتونيوم من غير ما بيكون في سبب واضح، وتشخيصه بيبقى صعب، و بيجي من غير يعني اعراض، من غير تروما قبلها، العيان مش عامل عمليه، لكن العيان ده ممكن يبقى عنده ليفر ديزيز، عنده كيدني ديزيز، عنده سيروزز، ويحصل جروس للبكتيريا في الاسيتيك فلويد، وتؤدي الى حدوث هذا النوع من البيروتونايتس اللي بنسميه سبونتينيوس بكتيريال بيروتونايتس. البيروتونايتس بيتقسم لبرايمري وسكندري او تيرشري. برايمري حدوث بيروتونيال انفكشن من غير تروما، او من غير ما نفتح البيروتونيوم، او من غير ما نعمل عمليه، ودي عاده بتبقى سببها الجرام نيجاتيف بكتيريا زي الانتيروبكترياسي او الستريبتوكوكاي. السكندري بيروتونايتس نتيجه ل ده بيكون انفكشن في داخل الامعاء الجي اي تي، وحصل اكستنشن وصل للبيروتونيوم، او مع بيرفوريشن او مع جراحه، وبالتالي ممكن تكون سببها الجرام نيجاتيف بكتيريا الانتريك بكتيريا، سواء كانت ايروب او الانيروبيك اللي موجوده داخل الجي اي تي. التيرشري المريض يكون عنده بيتعالج من البرايمري او السكندري وما يخفش ويستمر حدوث البروتونايتس معاه، ده بسميه التيرشري بروتونايتس. من اشهر اسباب البروتونايتس الجرام نيجاتيف بكتيريا الانتريك بكتيريا الاشيريشيا كولاي، كليبسيلا، سودوموناس، بروتياس. ممكن احيانا الجرام بوزيتيف زي الستريبتوكوكاي، سبكوكاس نيموني، واحيانا نادره بتكون سببها الاستافيلوكوكاس سبيشيس.
تشخيص البرتونايتس زي ما لاحظتوا بنتكلم عن البرتونايتس باختصار شديد جدا، ده موضوع كبير وهتعرفوا اكتر عنه ان شاء الله في السنوات القادمة، لكن على مستوى سنة تانية احنا كلامنا مختصر جدا، مجرد بس الديفينيشن والكلاسيفيكيشن بتاع يعني ايه بيرتونايتس والكومن اورجانيزم. تشخيص البيرتونايتس في عندي راديولوجيكال دايجنوزز ومايكروبيولوجيكال دايجنوزز. الاكس راي بتساعدني، ممكن نعمل ابدومينال اكس راي وممكن نعمل سي تي ابدومين، ممكن نعمل سونار، في حاجات كتيره بتفيدني قوي فيها الاشعه، ويمكن بتفيد اكتر في تشخيص البيرتونايتس. يعني احنا بحكم المحاضره بس نتكلم حاجه بسيطه عن البكتيريولوجيكال او المايكروبيولوجيكال دايجنوزس للبيرتونايتس، خاصه لو العيان عنده اسايتس يعني تجمع للسائل داخل البيرتونيال ساك اللي بنسميه اسايتس، بنسحب عينه من هذا الاسيتيك فلويد وبنعد فيها، بنشوف نعمل فحص خلوي الخلايا اللي موجوده، هل خلايا دي خلايا ليمفاويه ليمفوسايت ولا خلايا نيوتروفيل. النيوتروفيل طبعا بيبقى معناه ان في بايوجينيك او بكتيريال انفكشن، بنعمل فحص كيميائي لهذا الفلويد، بنقيس نسبه البروتين خاصه نسبه البروتين في الاسيتيك فلويد بتعلى مع البكتيريال انفكشن، الليمفوسايت تعلى لو كان مع التي بي بيروتونايتس، النيوتروفيل مع الاذر جرام نيجاتيف والستاف والستريبت. ده فكره بسيطه عن تشخيص الميكروبي للبيرتونايتس، وناخد معاها برضو بلاد كالشر، ممكن يكون العيان مع البيرتونايتس عنده بكتيريميا. علاج البيرتونايتس مش بالبساطه اللي مذكور فيها هنا، لان البيرتونايتس تاني احنا بنتكلم عنها بطريقه مختصره وسطحيه جدا. مريض البيرتونايتس ده بتقيم حالته، هل ده عنده برايمري ولا سكندري ولا كان عامل سيرجري، عنده اذر ريسك فاكتورز، عنده ليفر ديزيز، عنده كيدني ديزيز، ففي احتياطات كتيره جدا وحاجات كتيره جدا بنراعيها في علاج البيرتونايتس، واختيار الانتيبيوتيك اللي هنختاره والديوريشن العيان هيتعالج بالبيرتونايتس قد ايه. لكن بصفه مختصره جدا لازم يكون عندي سبورتيف تريتمنت وعلاج للريسك فاكتورز، ولو في تدخل جراحي اعمله مع الاختيار الانتيبيوتكس اكوردنج تو كالتشر اند سنسيتيفيتي. شكرا، وان شاء الله تكون استفدتوا من المحاضره. يعني انا حاولت ابسط المعلومه بطريقه بسيطه جدا، لان سنه تانية الموضوع لو كلمنا فيه يعني بلغه اصعب من كده او استفدنا عن كده هيكون وقت، هيكون الموضوع صعب بالنسبه لكم، خاصه انتم مطالبين تذاكروا الموضوع ده في محاضره مدتها ساعه. فيعني كانت فكره بسيطه جدا عن التيفويد فيفر، وفكره ابسط كتير عن البيرتونايتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.